ما كاينش ما متوفرش، طلقوا لينا نهار واحد وحبسوه، واش غدوقونا من الماء؟ واش غدوقونا من الماء؟ سيدي تنمشي تنسقي تنا تنهز بيدو تنتم غادي نسقي مع شي ثلاثة كولومي ثلاثة شناي تبحر ما تنجيب ديك على القدرة تاع الماء اش ندير تنعتق وليداتي تانا اش ندير تنعتق وليداتي تانا خمسة وثلاثين سنة هادي عمر الماما كي منها متجوج عمر الماما لقيناه ومكربسين لحنا ولا عيالتنا ولا تولادنا كل شيء مكرفس ما كيش الماء ما عرفت جي شي ربع ايام هادي ولا خمس ايام هادي الماء مسقط عندنا الماء النهار جاو تما جابوا الماء جابوا الماء قال لك شبعاني الماء هو الماء مازال ما مازال ما كاينش الماء الماء مازال ما كاينش الماء وقال لك هما شبعاني الماء مع دوك الفيديوهات داك الشيء تقولوا كاين الماء هو الماء مازال ما كاينش وفاش تنتسنى فاش نتسناو الماء باش يجي فاش الدار داكشي فاش نتسناو الماء باش يجي ما كاينش الماء ودابا البارح انا تعشيت حطيت المعنات دابا مع الصباح هذه الماء ما كاينش مع هذه الايامات كان واحد شويه الماء كنا كنعمروا بالماء فهمتي كنا كنعمروا واحد شويه الماء دابا ما كاينش الماء كاع مع الصباح ما كاينش الماء كاع فاش جيت بغيت نغسل دوك المعنات باش تعشيت البارح ما كاينش ما كاينش فاش باش الناس باش نعمر الماء جيت هذيك السيترنه راه كي تشوف راه قعدت تما حتى هاد الفيديوهات هادي قلنا سيتر انا باجي تما وغادي نعمر انا هاد المويه هادي وغادي نديها للدار ديالي انايا والساعة ما جاش الماء ما جاش الماء انا هاز الفيديو تنشوف الماء راه والو في الدار الماء تنمشي تنزل لك الفيديو هاد الفيديو هذا خلي الفيديو هاد الفيديوهات تنمشي تنسقيهم انايا من البير تنضربهم فوق التافي حقلات ما عندنا لا موتور الى حمار الى والو وفاش نسقي بنا واحد البير تنطلع بشوي بشوي شي تنجقم تنعمر شي فيديو ولا شي جوج وتنديهم للدار بغي اش بغيت ندير تنصبر بعيد عليا خلينا تنهضروا مع هاد الناس هادو الله يرحم الوالدين تنهضروا معاهم تفهمونا اش نقولوا لهم بعيد عليا يعني تقولوا مثلا كراش ديال شي 40 مترو شي 40 مترو 45 مترو بحال ما هكا تنجبد منه انا هذيك الميه فاش نجبد ديك الميه تنخويها في هذوك الفيديوهات تنضربها في كتافي حقاش انا ما عنديش لا حمار الى موتور الى والو تنهز ذوك الفيديوهات تنديهم حتى للدار تنهز هذاك تنهز هذو تنهزهم بجوج تنصبر معاهم تنتعرق معاهم تنتكافح معاهم تنديهم للدار فاش نديهم للدار تنعتقوا بهم حنايا انا والوليدات دياولي وتنغسلوا ذوك المعنات ديالنا ومستمرين الله تعالى وحنا دابا بغينا ميه بغينا ميه دابا صراحه والمدة نقول لك راه جايه شي 20 سنة بزاف 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 من نهار عشنا حنا ما كاينش الماء كايناش ديما تبدا تمشي تقلب تمشي حتى البير باش تبدا تسقي ايوا واش بغيت ندير تنصبر تنمشي مع الصباح بكري تنوض بكري تنسقي تنعمر ديك البيت نديهم للدار اللي تنمشي تنمشي للعمل ديالي اللي تنمشي تنخدم هكا باش نخلي مالي للدار هانين واش اللي عطى الله هو هذا بوطه تكرفس هي وليداتها ما كاينش الماء ما كاينش الماء وهاد المسؤولين غير تيكذبوا على الناس من هك لهك نقول لهم واحد نهار الماء نهار اخر حبسوا عليهم خلوهم بحال الجيران في الغديره تيتركلوا ها هما شوف كل شيء انت تشوف فيه الله يجازيك بخير كل شيء انت تشوف فيه والو ما كاينش الماء ما كاينش والو الدنيا راه قاعده تتكرفس تتعذب صافي سيدي تنمشي تنسقي انا تنهز بيدو تنتم غادي نسقي مع شي ثلاثه كولومي ثلاثه شناي تبحر ما تنجيب ديك على القدره تاعت الماء اش ندير تنعتق وليداتي تانا والو ما كاين حتى شي حاجه تيقول لك راه بغينا نجيبوا الماء من هوك بغينا نجيبوا الماء من هوك وجعوا اليوم غدا وصافي وشي حاجه ما كاينه هادشي ما تفقدوا حتى لهاد الوقت وما تيتفقدونا غير تيبغوا يقضيو غرضهم اللي تيتفقدونا حنا وين يقضيو غرضهم ويزيدوا في حالاتهم نبقاو حنا قاعدين في الغديره نتركلو صافي ما شاء الله لا اله الا محمد رسول الله عايشة الملك كنمثلوا هاد الساكنة هادي هاد الناس هادو مقهورين من الماء أنا الأول منهم
الناس كيعانيو من الماء الصالح للشرب، المطالب ديالهم كامله وهي الماء الصالح للشرب لا غير، ما عمرهم طالبوا بعمل او سكر او دقيق او ما اخره، كيطالبوا بالماء، الماء الصالح للشرب فقط. ولكن هنايا وقع مشكل ديال السياسه، اذا كانوا احزاب سياسيه صراعات بيناتهم فيبقاو ابار الله يرحم الوالدين. الساكنه كتعاني من الماء، الور وصلوا لنا الماء ديالنا، الناس باغا تحرو بينه وتشرب، ماشي تفيق في الصباح غتمشي تقلب عليه، واش الناس باغا تمشي تخدم ولا غتمشي تبدا تقلب على الماء؟ راه الماء ما كاينش، لا جيتو طليتو على الشاطوات هنا راه كتلقاهم فارغه، راه مخاوي، راه ما فيها حتى شي حاجه. ولا بغيتو كاع نضربوا اطلاله على الشاطوات راه ما كاين حتى شي مشكل. المشروع اللي داروه ما باقيش كمل، ما باقيش السياسه هذيك. هو 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 مشروع فاسد بالنسبه لي انا، خسر الاموال في لا شيء. واش مشكل من الدوله او من التسيير او من الجماعه؟ ما كنعرفوا والو من هادشي. حنا اللي بغينا الحاجه الوحيده هو نحل الروبيني، يلقى الماء عندي، جي عندي نعطيك الفاتوره ديالك، ما عنديش مشكل. ولكن باش تكون وعود كاذبه واش باش تكذبوا على الناس المواطنين المساكن الفقراء لا حل لهم، ونجيو نبقاو نكذبوا عليهم ونطمعوهم؟ اذا كان هذا مشروع سياسي فخليوا الساكنه ابار، لحنتاش ناس لا حول ولا قوه لهم، وما ندخلوش في السياسه نعطيكم الماء صوتوا علينا وهذا وهذا الى اخره، دوك الالاعيب ما عندنا ما نديروا بها. حنا بصوتي انا وبجميع الساكنه هذه كنطالبوا غير بالماء الصالح للشرب، لا ناهيك عن الهضر المدرسي والبطاله الى اخره، ما عمرنا طالبنا بهذا الشيء. 20 سنه والساكنه كتعاني من الماء، نهار كانت الفرشه المائيه متوفره هنا في المنطقه ما عمر شي واحد هنا من الساكنه هبط وطالب لهم قطره ديال الماء. علاش؟ عندهم الماء ديالهم كافي، ولكن دابا الفرشة المائية هبطات لتحت. دابا الفرشة المائية سيغتو في الصيف كتقل الماء كيهبط. هنا لا جيتي تطلع للبيار راه معظم الآبار هنايا وكحات، والناس لا بغات تسقي لا بغات تاخذ الماء ديالها، راه كتضرب واحد المسافات باش تجيب داك الماء. عاد عملية ديال باش تجيب الماء من الآبار راه هي عملية صعبة جدا. واش الناس تبقى في الدار ديالها تقضي شغالة ولا تخرج تقلب على الماء؟ راه ما يمكنش. واش ناس خدامه غتجي من الخدمه ديالها عاد باش تقلب على الماء؟ راه ما يمكنش. الناس عندهم كاين اللي عندهم حساك الحمير باش كيسقيو، واللي ما عندوش الحمير راه كاين على موطور وعلى ظهره. كيف زعما شفتوا هذا السيد؟ هذا السيد راه هزل البوديزات على ظهره باش يسقي، ولكن الماء ما كاينش، ما متوفرش. تلقوا لنا نهار واحد وحبسوه، واش غذوقونا من الماء؟ راه كون اكل اكسجين غيقطعوه لك، راه مشكله. هذا راه غير ما صالح للشرب. تنمشي نجيب الماء اللي تنجي نشرب داك الكاس تاع القهوه ونولي نجيب رفده اخرى، لا ما جناه ما نعومو ما نصبنو، تقول ما كاينه شي قطره تحت الماء. نعم تزوجت وحنا الماء ما كاين، 35 سنه هذه عمر الماء ما كاين، نعم تزوجت عمر الماء ما لقيناه، عمرنا ما لقيناه. الا جا نهار تقطعوا علينا 10 ايام ولا 20 يوم ولا شهرين ثلاثه، ديما عمر شي قطره ما كاينه تحت الماء. قولك من نهار تزوجت 35 وانا مزوجه عمر الماء ما لقيناه، قولك شي قطره ما لقيناها تحت الماء. قولك شي قطره ما كاينه، حماره ونديها فيها 12 برميل 16 برميل، نديها ونجيبو قطعه على تورود، تنجيبو من البير ونجي نحطو نولي الاخرى، تنسخف بالجود. وكذا ديري مع الماء في النهار كله؟ والنهار كله لا تقادا ولا ما لقيناش ما لقاو ما نشربو، شي تيطلب لشي وصنع نبي. ما شاء الله. لاش ديك الكروسه تيطلبوا وجه الحباب نعطيهم برميل جوج، نهار الاخر نولي نجيب جوج رفدات، جات الرفدات تاع الماء. قولك شي قطره ما كاين. الماء ما لقيناهش، حتى نجيبوه تمشيو نقلبوه يطلقوه. يا تنعمو مشواج ما عرفنا لا عاقين فيه الحمير ولا القوانع ولا اش لاقين فيه. اه اللهم انا سيدي باقي حنا هنا. والله سيدي الله اللهم انا بالله. راه حنا ما لقينا باش نديرو حتى حاجه باش هنا الوقت بزز منها. والو سيدي الله تنطلبوا الله وجلاله الملك الله ينصرو. والله سيدي بالله الا تعذبنا حنا ومكرفسين حنا ولا عيالاتنا ولا تا ولادنا، كلشي مكرفس. وهاد المسؤولين كرفسونا خمس سنين ولا ست دروك، هذا عمرنا ما شفناه. جابنا النهار ولنا بسلمة، انت غتمشي للشاطو الماء تيكب بحال زيت العود، شي زيت العود انت غتشوفو. اه دابا اللسان تيكذب على الحاجه اللي ما موجوده، مال الموجوده هي كاينه تيض النهار كامل. والمواد ديال الدوار هنا ما تعمرش 25 طن، والله ما تعمره بالله. شتي الحقوق شتي ما تحقوا، اللي خطف خمسه هي اللي ما خطفها ما تلقى ما يشرب. واحد القطعه اللي سول على شيء تنجيبو هاد البيا، كلشي واكح كلشي واكح. دايرين طويلات انت القنان فيها هما باش يسقوا، دايرين طوال وتنجبدو 30 متر تنجبدو، ما تنجبدو تغفرنا الله الذنوب. والله سيدي ما تنجبدو تغفرنا الله الذنوب. بالله الله يرحم الوالدين، الله ينصر سيدنا، الله يخليه لينا، الله يجازيكم بخير.
تنطالبوا الماء، ما تنطالبوا حتى شي حاجه كبيره، تنطالبوا الماء راه حنا عطشانين وواكحين، الله يرحم الوالدين، حنا لا وليداتنا وبهيماتنا، الرجال مساكن تيمشيو يجيبوا لنا طريف الخبز، تيجيو يلقونا معذبين على الماء، الماء ما تلقاو باش نشقاو باش نتخطروا، باش نشربوا باش نصبلوا باش نسيقوا، باش نوردوا بهيماتنا، راه حنا واكحين بزاف بزاف، الله يجازيكم بخير اللي وقف معنا في هذا الموقف وتعاون معنا وجاب لنا الماء الله يجازيه بخير. سيدي بغينا حنا كنطلبوا على الماء. تا حاجه ما بغينا، بغينا حنا الماء، حنا مكرفصين. واش الراجل بغى يخدم عليك يجيب لك الخبز ولا يجيب لك الماء؟ من غير تجيب هاد السيد الماء راه مكرفص هاد الراجل، واش يخدم عليك؟ واش يجيب لك الخبز؟ واش يجيب لك الماء؟ راه حنا مكرفصين، حنا بغينا الماء في الديور. انا من الساكنه، هاد الماء تيقولوا كافي ما كافيش. جا نهار السبت ورا العشاء تقريبا نص ساعه، تقريبا 30 دقيقه أو 40 دقيقه، اللي سكا سكا واللي ما سكا ما سكاش، الى يومنا هذا السبت الحد الاثنين الثلاث اربعه ايام. اذا هذا الشيء تيبين بان كافي الماء ما كافيش، حنا تنطلبوا حنايا بالماء. تيقول الله سبحانه وتعالى عز وجل في كتابه العزيز: لعن الله الكذب والوكل مزيحا. والحسن التاي الله يرحمه خلى التاريخ ديالو، قال لك اي ساكنه يوصلها الماء باي وجه كان، رحم الله الله موسع مقبره، باي وجه كان اي ساكنه تصل يوصلها الماء. نعم. ودروك تنشكروا الناس، هما باطروا وجاهدوا داروا مجهودات كثيره، ولكن ما ما وصلناش، ودروك حتى نطلبوا بالماء. وعاش محمد السادس الله يسرو، عاش محمد السادس. بغينا نعرف الله يرحم لكم الوالدين، واش هذا المشروع يقدر يجينا 15 كيلومتر يلحقنا هنايا؟ يعني المشروع اللي تيكون الضو مسروق من البوطو من دون كونتورات، يعني تيتسمى مشروع غير لائق. غدا ولا بعده تفوت هاد سميت على غيسالي هاد الشيء هذا. الا كان هاد المشروع يقدر يجيب لنا الماء حتى لهنا، تعال اخويا جيبو دابا، تعال الله يرحم لك الوالدين شوف بعينك. راه بنادم اللي هضرت انا بنت ما يكذب، تعال حتى تشوف بعينك. والله يرحم لكم الوالدين، الا الله يجازيكم بخير، حتى شي حاجه منقورين من هاد الناس، الا هي الا الماء، حاجه وحده الماء فقط، ما تطلبوش شي حاجه اخرى. واش الماء ما حقهمش يشربوه؟ واش هاد ال 15 كيلومتر بيجي بهاد التيو هذا كما تشوفوا انتوما 15 كيلومتر؟ واول حاجه هي يعني ما كاينين لا كونتورات لا والو، يعني البوطم هابط منه الضو، خيط تيتسمى مسروق بالعربيه التعرابط كما تنقولوا لها حنا، يعني بوطو هابط منه الضو من دون كونتورات. يعني اش تتمنى من هذا المشروع هذا؟ ها؟ اش تتمنى منه؟ يعني مشروع فاشل بالعربيه التعرابط، مشروع فاشل. هذا المشروع الله بدا، يعني دابا شي يومين هذه باش تلقوا الماء حبسوه، نهار واحد خدم نهار واحد دفع، يعني نهار واحد تنهضروا حنا من 12 النهار، باقي تنقول لك دابا من 12 النهار الى الجوج الليل، عاد عمر هذا الشاطو هذا، واش هذا الشاطو هذا بقدات الساكنه كامله؟ يعني راه ما يمكنش، وكون على يقين ما يمكنش يقدات الساكنه هذه. وإلا قال يمكن، تعال اخويا قول ليه وقف بنفسك، حتى شي حاجه ما كاينه، وقف براسك، وقف عليه حتى تشوف الماء، كفى الناس وسير الله يرحم ليك الوالدين.